مناظرها الطبيعية الخلابة الممتدة عبر السلسلة الجبلية الأهاجار جعلت ولاية إنجزام متحفاً مفتوحاً على مواقع سياحية متميزة كموقع إنرالديغ. كاينين بلايص سياحية بامتياز ومازال بلايص واحدين أخرى مازال ما اكتشفوش. ماذا بينا جوج المنطقة لمنطقة سياحية بامتياز تتوفر فيها كل المناطق السياحية بالرسومات الصخرية إياك وبالمناظر الطبيعية بالكثبان الرملية فيها كل المناظر اللي متوفرة اللي يبغوها السواح. احنا رانا نوجدوا المقومات اللي راح تساعد يعني انطلاقة السياحة الانطلاقة الفعلية للسياحة على مستوى إنجزام. نحن يعني نستعد أولا بالنسبة للطرقات التي نحن في صدد يعني تجديدها. النقوش الصخرية التي ترمز لحقب تاريخية غابرة وتبرز ثروة حيوانية نادرة تأقلمت مع الوسط الصحراوي هي أخرى محطة تستحق الاكتشاف والترويج السياحي. هذا موروث ثقافي لازمنا نحافظ عليه ونزيد نشجعوه بالسياحة الداخلية والخارجية. هكذا هي ولاية إنجزام ساحرة وكذلك خلابة بمواقعها السياحية كهذا الموقع السياحي الذي يستحق الاكتشاف.